السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ورجعنا لكم فيديو جديد. اتمنى يا رب ان الفيديو النهاردة يعجبك. هنعمل النهاردة طريقة الكريب، طريقة بسيطة وسهلة خالص. يلا بينا نسمي الله ونشوف المادة. كده يا بنات حطيت كوبايتين وربع مية، مية دافية كده، كوبايتين وربع، وهنحط كمان، هنضيف كوبايتين لبن، لبن دافي. دي مقادير بتاعت الكريب. حطينا كوبايتين من المية وربع، كوبايتين من المية من الربع، وكوبايتين من اللبن، وهنضيف كمان بيضة، وهنضيف معلقة ملح اللي هي الصغيرة كده. حطينا معلقة ملح اللي هي الصغيرة، وضيفنا كمان بيضة، وهنضيف رشة فلفل أسمر، وهنضيف 3 معالق كبيرة زيت، 3 معالق كبيرة من الزيت، وهندوب بقى المكونات دي كلها ببعضها. كده يا بنات هنحط بقى 3 معالق زيت، دلوقتي يا جماعة هنحط بقى 3 كوبايات دقيق اللي هو القمح، 3 كوبايات وربع في اللبن والمية، وهنبدأ بقى نذوبه كويس. اهم حاجة ما نخليش الدقيق باين. طبعا عجينة الكريب تبقى سهلة خالص، وهنسيبها لمدة 30 دقيقة، يعني ترتاح 30 دقيقة كده بره. زي ما شايفين حضراتكم كده قلبت خالص، معادش فيها دقيق، وكمان هنصفيها بمصفى كده، وهنسيبها 30 دقيقة. دلوقتي يا جماعة بقى نعمل التتبيلة بتاعت اللحمة. 3 معالق كبار من الزبادي، كمان 2 معالق كبار توم مهروس، 4 معالق زيت، معلقتين عصير ليمون، معلقتين كبار من البابريكا، وهنضيف كمان رشة من الفلفل الأسمر، نص معلقة من الفلفل من الكمون، ونص معلقة من الفلفل الأسمر. دي بنات التتبيلة بتاعت الفراخ، تبقى جميلة جدا وخفيفة وما شاء الله بتبقى حلوة. هنقلب بقى المكونات دي كلها في بعضها. وطبعا هنضيف معلقة ملح. كده قلبنا المكونات كلها في بعضها يا بنات. هنضيف بقى اللحمة فيها. ودلوقتي يا بنات بنقطع بقى في اللحمة اهي، هنعملها شرايح رقيقة خالص عشان نقليها في الزيت. هنعملها الاول في التتبيلة. اتمنى بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تحطوا له لايك. اللايك يا بنات بيرفع الفيديو. ودي كده يا بنات بعد ما خلصنا بقى تقطيع اللحمة، عملنا شرايح رقيقة، بنبدأ بقى نحطها في التتبيلة، ونمسكها بقى ندعكها حلو كده في التتبيلة، نتبلها كلها. اهم حاجة ان هي اللحمة تشرب معانا، ونسيبها يوم كامل في التتبيلة. كده يا بنات بعد بقى ما عملنا الفراخ سيبناها ليلة كاملة في التتبيلة، بدأنا بقى نقلها معاك كده وقطع وكده، اتقلت معانا في الزيت. نبدأ بقى نقطعها كده شرايح عشان نحشي بها الكريب. عملناها كده شرايح.
وبعد كده يا بنات لما سيبنا بقى الكريب ب 30 دقيقة، بدأنا كده حطينا الطاسة على النار ودهناها كده زيت، وهنبدأ كده ناخد بالكبشة وهنحط ايه في الطاسة. طريقة سهلة خالص وبسيطة، وكمان عملت كريب في البيت ما شاء الله جميل، مخدش اي وقت وحاجة كده جميلة جدا في البيت. اهي وانا كده حطينا اول واحدة كريب في الليل ما شاء الله، 3 كوبايات وربع، عملنا كمية كبيرة، كمية حلوة يعني من الكريب. كده قلبناها الوش التاني اهو، وهنبدأ نطلع دي ونعمل كمان واحدة معاكم. طبعا انا عاملة صغير مش عاملة كبير، على قد الطاسة اللي موجودة عندي. فلو انت حابة تعملي كبير بتعملي في طاسة اوسع. ما شاء الله طري معانا وجميل جدا اهو، وهتشوف بقى الشكل النهائي بتاع الكريب، حاجة كده بصراحة كانت تحفة وعجبت اولادي جدا. اهم حاجة ان اولادي ان الكريب عجب اولادي، وبألف هنا اللي شاف واللي كال. بعد كده بقى هنحمر معاكم اللحمة بعد ما سيبناها ليلة كاملة في التلاجة، تبقى شربة جميلة جدا من التتبيلة. حطينا هذه اول حاجة اول، وبعد كده بقى دي شكل الكريب في الاخر ما شاء الله جميل جدا يا بنات، والله حاجة كده بصراحة كانت تحفة وعجبت اولادي جدا، وبالف هنا اللي شاف واللي كال. واسيبكم بقى في رعاية الله، وما تنسوش تعملوا لي لايك عشان القناة تكبر بيكم.